حاجة اقف هنا اهو. حواري لحضراتكم دلوقتي، حاضر، انا حواري لحضراتكم دلوقتي كمان، ده كشري الشنطة اللي احنا جايبينها، ده تيشيرت النادي الاهلي اهو، تيشيرت النادي الاهلي. طب كنت تقول لي اخش معاك في المسابقة دي المرة اللي جاية؟ لا المرة اللي جاية انا كنت عايز اعمل كده ولكن لقيناها صعبة جدا. وده برضو المج بتاع النادي الاهلي اهو، اه باين كده كل حاجة باينة. طيب تمام، ف ست متسابقين هيكسبوا معانا النهارده، اثنين اللي جابوا لنا ده على ايه يا جماعه؟ ده على الفيسبوك خلاص. عبد الله رأفت هو اللي هيكسب معانا كشري، ده هنا حوالي 7400 او 7800 تعليق، فاحنا عبد الله رأفت هو اللي عامل من اربع ايام وكاتب النتيجه 4-1. خلي بالك من اربع ايام، يعني ده متوقع صح 100% قبل المباراه يعني. وبالتالي عبد الله رأفت هو اول الفائزين، وهتلاقي حد بيتصل بيك يا عبد الله او يبعت لك على يعني مش عايز اوري حضرتكم، بص يعني احنا ممكن نقعد نعمل كده ثلاث ايام. بص يعني ده توقع النتيجه، فاهم؟ لان كل واحد كان بيمنشن 4-1، خلي بالك برضو النتيجه صعبة. مش اي حد يتوقع فقليل يعني. بص يعني هنا واحد مثلا كاتب ايه من بتاع اهو، جلال عبد الحميد بيقول لك ايه مثلا 4-1 للاهلي ولكن من يومين، فعامل ايديت اهو من اربع ايام بس عامل ايديت. لا انت فاهم ده خلاص ده غير. ده مثلا احمد غنام كاتب 4-0 للاهلي ولكن من ثلاث ايام مثلا، كنا هنعديها برضه 4-0 حلو قريب. فعندنا بص حاجات كتيره جدا، فاحنا اخترنا اول اسم عبد الله رأفت، صح يا شباب؟ عبد الله رأفت او اول اسم. بص يعني تعليقات كثيره جدا. خلينا نروح للمسابقه الثانيه في عبد الله رأفت معانا على الشاشه. طيب معانا على الشاشه عبد الله رأفت اهو، اتفضل. هنا توقع التشكيل، هنا عملنا توقع التشكيل، فلازم برضو يبقى قبل المباراه باربع ايام، مظبوط. هنا ميدو شريف هو اللي كسب لانه قايل الشناوي، معلول، ياسر، عبد المنعم، هاني، ديانج، فخري، قفشه، الشحات، كهربا، وتاو. اذا ميدو شريف هو الفائز يعني برضو بص يعني التشكيل يعني بنسبه كبيره كان في تغيير في وسط الملعب بس بالظبط. فخري كل الناس كانت كاتبه مروان بس يعني فيعني بص الناس يعني كده يبقى احنا عندنا اثنين متسابقين، واحد توقع النتيجه صح قبل المباراة، قبل مباراة الأهلي والزمالك، وواحد توقع التشكيل صح قبل مباراة الأهلي والزمالك على الفيسبوك. أنا بس بوري حضراتكم قد إيه حضراتكم بعتين على التعليقات. طيب خلينا نروح لمسابقة النتيجة على الانستجرام أهو، توقع واكسب تيشيرت فريق النادي الأهلي. إحنا زودنا المج والشنطة. الصفتي 001 قايل النتيجه 4-1 للنادي الاهلي اهو، ده لا ده حد تاني ماشي مفيش مشكله اهو، نرجع تاني هنا. ده التشكيل على انستجرام برضو، مين اللي كسب فيه ده؟ محمد، لا مش محمد، هو محمد الشناوي بس مين يا شباب؟ انا مش شايف. كنت قايل الصفتي من شويه اسمه ايه؟ MW2058، ده رقم الفائز الثاني في هذه المسابقه على ايه الانستجرام. الاكونت بتاعه اسمه محمد وليد. اذا دول اربع اسماء هتكسب او كسبوا معانا بالفعل. طيب نروح على تويتر. على تويتر توقع واكسب تيشيرت فريق النادي الاهلي. هنتوقع ايه؟ هنا هنتوقع النتيجه. عبده محمد قبل الماتش بيوم، يوم 12، وتوقع صح 4-1. خلي بالك دي صعبه جدا. طبعا 4-1 دي يعني 4-1 دي انا بشوفها ان هي صعبه جدا جدا وجديده، نتيجه جديده يعني ونتيجه جديده على رايك صح. هنتكلم فكده. عبده محمد على تويتر توقع يعني ما هو يعني برضه بيني وبينك بص ناس كتير يعني انا معلش يا جماعه انا اسف جدا والله، بس صدقوني الدنيا كتيره جدا.
خلي بالك، وكمان النتيجه في 4-1 دي قليل قوي اللي بختار. فانا عشان انا بقى على الهوا اقعد اسكرول 3000 ولا 5000 ولا 7000 صعبه جدا. هي المره دي بتبقى يعني توفيق وبرضه حظه حلو ان هو ظهر. لا خلي بالك احنا عاملين مسابقات الفتره اللي جايه كثيره جدا جدا، يعني زي ما حضراتكم شايفين يعني كلها حاجات جميله جدا وتعليقات كثيره جدا. ما شاء الله معاك اعداد ممتاز يعني عاملين شغل عالي جدا. عاملين شغل عالي جدا، والسوشيال ميديا عندنا برضو عاملين شغل عالي جدا. برضو توقع تشكيل النادي الاهلي واكسب تيشيرت الفريق. عبد الهادي اللي كسب، شناوي، هاني، ياسر، منعم، معلول، ديانج، فخري، الشحات، قفشه، تاو، كهربا. اذا ست اسماء برضو يعني بعد اذنكم ثانيه واحده يعني اهو انا بس ايه انا بغمض اهو بعمل سكرول عارف. هو اللي يوم الماتش كاتبها قبل المباراه ولا بعد المباراه يعني؟ لا بتبان قبل المباراه الساعه قبل الساعه 9:30 فخلاص يعني انت فاهم. ايوه عشان ما يبقاش عشان ما تبقاش لا واضحه يعني فخليني اقول لحضراتكم انه في النهايه هذه هي او هذا هو من او هؤلاء هم من فازوا بهذه. ووريت لحضراتكم التيشيرت والمج وكل حاجه. اقولها لكم تاني مره واحده واحنا قاعدين. طيب معلش بقى كشري لانه يعني برضو فرصه حلوه وانت معانا مره تانيه. تيشيرت النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي يا اسلام ده لوحده يعني تيشيرت النادي الاهلي واخده من قناه النادي الاهلي او من النادي الاهلي. وادي مج للنادي الاهلي. احنا ان شاء الله هنتواصل مع الفائزين عشان نحدد بقى ميعاد استلام الجائزه. هنتواصل معاهم دلوقتي او تواصلوا معاهم بقى المجموعه بالفعل.